السلام عليكم. النهاردة بقى هنعمل الفراخ بس بطريقة جديدة. شايفين منظرها جميل ازاي؟ طعمها كمان اجمل من منظرها. وصفة جميلة، وصفة سهلة ومكونات جديدة، لكن اكيد موجودة عندنا في البيت. طريقة جديدة، احنا كل ما نيجي نعمل فراخ نبقى محتارين نعملها ازاي النهاردة. مش معقول كل مرة هنعملها في الفرن، مش معقول هنعملها مسلوقة ومحمرة نشويها. لا، النهاردة غيرنا في الطريقة شوية، مش كتير قوي، لكن طريقة جديدة وان شاء الله تعجب. النهاردة هنعمل الفراخ بالبرتقال. يلا بينا. بسم الله. هنجيب كمية من الفراخ، اي قطعة تحبيها. انا النهاردة مستخدمة الوراك المخلية. حابة تشيلي الدهون اللي فيها براحتك، عايزاها زي ما هي عشان تبقى طرية كمان براحتك، انا مش لتاش. هنقطعها مكعبات، طبعا مغسولة ومنقوعة ومتصفية. الاول هحضر خليط للتغليف. الخليط ده عبارة عن نص كوباية من النشا ونص كوباية من الدقيق. هنحط عليهم شوية من الملح، معلقة ملح ومعلقة فلفل، يعني ملح وفلفل على خليط التغليف. بس نقلبهم مع بعض ونبدأ نغلف قطع الفراخ فيها. هنحطهم كده على طبق لحد ما نخلص. ونبدأ نقليها. طبعا هنقليها في زيت غزير سخن لحد ما تتحمر من الناحيتين. طبعا هي تاخد تقريبا ربع ساعة في الزيت لان احنا عاملينها نية، فهو ده اللي هيسوي الفراخ. عشان كده بنحاول نقطعها اصغر شوية علشان ما تاخدش مننا وقت في استوى، يعني عشان نضمن انها مستوية. هنطلعها من الزيت ونركنها لحد ما نعمل الصوص. الصوص عبارة عن هنجيب برتقان، طبعا على حسب الكمية اللي احنا عاملينها. انا هنا استخدمت برتقانتين. هنقشرهم ونعصرهم بالهاند بلندر بقى في الخلاط زي ما انت عايزه. هصفيهم علشان ما يكونش فيهم الالياف بتاعه البرتقال واخد العصير بس. هستخدم تقريبا كوبايه من العصير. طاسه كده على النار هحط فيها شويه من الزيت، هحط معلقه من الشطه، ده اختياري لكن صدقوني بيدي طعم جميل جدا للصوص. معلقه من الثوم المفروم، هحط شوية من الجنزبيل البودر، اللي عنده طازة يستعمل طازة. اقلبهم شوية التوم يطلع ريحته وابدأ احط البرتقال. هنبدأ نحط البرتقال ونقلب. ممكن ازود رشة من الزعفران البودر لو حابين اللون ازيد شوية، وممكن لا. وربع كوباية من الخل، هحط شوية من الفلفل، هحط ربع كوباية من الصويا صوص، وده اختياري لانه طبعا هيغمق لي الصوص، فاللي عايز الصوص يبقى بلون البرتقال ما يحطش.
هجيب ربع كوباية من المية، أدوب فيهم معلقتين من النشا وأبدأ أزودهم وأنا بقلب لحد ما يديني السمك اللي أنا عايزاه للصوص. بعد ما يلف معايا أنا هفضل أقلب بقى لحد ما يتقل معايا، هبدأ أزود معلقتين من العسل. طبعا بيدينا لمعة جميلة، طعم جميل، شايفين القوام؟ قوام جميل جدا وطعم كمان جميل جدا. طعم البرتقال روعة مع طعم الصويا صوص والعسل. الخل والشطة عاملين طعم جميل قوي. التوم عطيها ريحة وطعم جميل. ياريت نجربها، هتعجبنا جدا جدا جدا. أبدأ أحط قطع الدجاج اللي قليناها، شايفين لون الفراخ إزاي متحمر جميل ومستوية جدا. أقلبها تقليبة وأبدأ أقدمها. شايفين اللمعة؟ بعد ما أطلعها في الطبق أو أقدمها، رشة من السمسم باتشي منتظرة مستنياني أحط سمسم تاني علشان تصطادوا. شايفين المنظر؟ طبعاً طعم خرافي خرافي خرافي، ياريت نجربها، وصفة جميلة، الريحة خطيرة. طعم البرتقال مش قادرة أقول لكم عامل إزاي مع الفراخ، يعني كأننا عارفين طعم الديك الرومي بالبرتقال، عارفين طعم البط بالبرتقال، أعطيني نفس الطعم. شايفين اللون خطير إزاي واللمعة خطيرة جداً، ياريت نجربها مع أي قطع الدجاج إحنا بنحبها، وراك، صدور، جوانح، زي ما نحب. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبنا. ما تنسونيش بالاشتراك في القناة ولايك وشير، والسلام عليكم.